تعرف على طريقة وكيفية إيجاد رسائل دردشة على تطبيقكم تيمو. قم بتحطون على تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بتحطون على حسابي، بعدها سوف نقوم بتحطون على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بتحطون على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، ثم سوف نقوم بضغط هنا رسائل دردشة، وهنا سوف نقوم بإيجاد الرسائل الدردشة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.